حقيقة خطوة مهمة بتدشين المنطقة اللوجستية لشركة ميرسك في ميناء جدة الإسلامي، حدث مهم لعدد من العوامل. أولاً حجم المنطقة هي 225 ألف متر مربع، تتضمن يعني قدرة على مناولة يعني مختلف أنواع البضائع، سواء المبردة حتى درجة ناقص 25، إلى المواد الكيماوية، إلى مواد الباكيجينج. أيضاً أنها يعني تقدم حلول لوجستية متكاملة وتقدم قيمة اقتصادية وقيمة مضافة للقطاع اللوجستي. هي حقيقة تأتي متناغمة مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها سمو سيدي ولي العهد منذ ذلك الحين، ونحن نحصد ثمار التقدم في هذا القطاع اللوجستي بغاية تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي، وتوظيف أو الاستفادة من موقع المملكة المميز. في العام الماضي تم تحقيق تقدم في مؤشر الأداء اللوجستي، وهو الأهم المؤشرات العالمية اللي قفزت فيها المنطقة 17 مرتبة ما بين دول العالم. أيضا مؤشرات الربط البحري يعني تضاعفت خلال الثلاث سنوات الماضية، مؤشر الربط الجوي، مؤشر الترابط بين أنماط النقل المختلفة. أرجع لهذا المشروع، حقيقة مشروع مميز. أولاً أيضاً من جانب سرعة الإنجاز، خلال 18 شهر باستثمارات كاملة من القطاع الخاص 1300 مليون، وهذا يبين يعني جاذبية المملكة عموماً والقطاع اللوجستي فيها للاستثمارات الأجنبية. أيضاً يأتي مكملاً لتعزيز كفاءة القطاع اللوجستي، وهو أحد 18 مشروع تم توقيعها كمناطق لوجستية في موانئ المملكة. اليوم نفتتح هذا المشروع وتتوالى المشاريع بعضها، وأيضا هو جزء من المناطق اللوجستية على المستوى الوطني اللي ستصل إلى 59 منطقة لوجستية بإذن الله. متى تتوقعون أن تصل إلى 59 منطقة لوجستية، وما المستهدف؟ في عام 2030 بإذن الله تصل 59. الآن وصلنا في عموم المملكة إلى 22 منطقة لوجستية، وهناك عدد من المناطق اللوجستية تحت الإنشاء بالشراكة مع شركات دولية رائدة مثل شركة ميرسك وغيرها من الشركات الكبرى، وأيضا الشركات الوطنية المختلفة الناشطة في هذا المجال. في الموانئ فقط الاستثمارات اللي يضخها القطاع الخاص في المناطق اللوجستية تتجاوز 10 مليارات ريال على مساحة 6 ملايين متر مربع. خلال أي فترة معاليك ضخت هذه الأموال؟ هذه كامل 18 منطقة لوجستية التي يعني افتتحنا 3 منها، هذه إحداها، والبقية تتوالى بإذن الله في الوقت القادم. 18 موقعة و12 متوقع توقيعها خلال السنوات القريبة في الموانئ، وبالتالي تضاف إلى المناطق اللوجستية اللي هي في أعصاب وشريانات الطرق والمطارات والمنافذ البرية لتتكامل المناطق اللوجستية. أيضا تحويل بعض هذه المناطق إلى مناطق إيداع جمركية، وبعضها إلى مناطق خاصة لتكون كافة المناطق متكاملة وتعزز الأداء اللوجستي وتجذب المملكة. مثلا هذا المكان اللي اليوم افتتح عشان نتصور، يعني بإمكانه أن يستورد مواد من أماكن مختلفة لتاجر معين، يتم إجراء عمليات إضافة لهذه المواد، سواء عبر عمليات صناعية بسيطة أو عمليات لوجستية، ومن ثم إما تدخل للسوق السعودي أو تنطلق من السوق السعودي عبر البر لدول الخليج، وإن شاء الله مستقبلا عبر القطار،
أو يعاد تصديرها عبر البحر إلى الدول الأخرى بإذن الله. أيضا تم ربط الموانئ مع المطارات ب يعني آلية للعمل اللوجستي، بحيث يتم يعني ما يستورد عبر الجو ممكن أن يعامل في الموانئ، والعكس بالعكس ما يستورد عبر الموانئ ممكن أن ينطلق، إضافة إلى البر والقطاع السككي عبر القطاع الجوي. معاليك، هل من شركات مع أسماء عالمية أخرى غير ميرسك، ومن هي؟ نعم، هناك حقيقة شراكات مع كبرى الشركات الدولية، شركة ميسي، شركة يعني دبي، هناك شركة لوجي بوينت، هناك يعني عدد من الشركات العالمية التي تمت، صحيح دي بي وورلد هي إحدى الشركات التي يعني ستستثمر إن شاء الله في منطقة لوجستية. في يعني من أجل جعل المملكة مركز لوجستي أيضا، هل من دراسة لإطلاق شركة طيران شحن جديدة؟ كان في بعض الأخبار المتداولة بأنه هناك مفاوضات أولية ودراسات أولية لقيام صندوق الاستثمارات العامة بهذه الخطوة، هل فعلا هناك دراسات؟ حقيقة يعني شركات الطيران الوطنية لديها استثمارات كبيرة في التوسع في أساطيلها، هذه الأساطيل تستخدم لنقل الشحن، وأيضا هناك طائرات مخصصة للشحن. هناك تكامل ما بين الشركات الوطنية والشركة الموجودة في صندوق الاستثمارات العامة المتخصصة في الليزنج أو تأجير الطائرات. تم يعني تعاون مميز بين هذه الشركة وشركات الطيران الوطنية فيما يتعلق بطائرات الركاب، والمحادثات قائمة، ويعني متأكد أنه سيكون هناك تعاون كبير في مجال طائرات الشحن أيضا بالشركات القائمة، بس مش إطلاق شركة جديدة، صحيح معاليك؟ هذا ما فهمته، ما فهمته منك. هي الشركة التي يعني أنشأها صندوق الاستثمار العامة فيما يتعلق بتأجير الطائرات هي شركة جديدة استثمر فيها صندوق الاستثمارات العامة، وبال يعني بالمناسبة هناك تعاون كبير جدا ما بين منظومة النقل والخدمات اللوجستية وصندوق الاستثمارات العامة في عدد من الأوجه. طيران الرياض هي شركة ينشئها صندوق الاستثمارات العامة، استثمارات في قطاع البريد، استثمارات في القطاع اللوجستي، استثمارات في مجالات متعددة يتكامل فيها العمل لخلق النهضة الكبيرة في المملكة تحت مظلة رؤية المملكة المباركة التي تتناغم فيها أعمال مختلف الجهات لتحقيق المستهدفات الوطنية. فيما يتعلق بالشركات الطيران الوطنية تحديدا، وفي ظل خطط التوسع وترقبا لإطلاق طيران الرياض، من ناحية أخرى عندنا أزمة في القطاع الطيران الدولي، أزمة بوينغ وتسليم الطائرات، هل برأيك ذلك ممكن أن يؤخر عمليات التوسع لشركات الطيران السعودية؟ حقيقة يعني المعلومات هذه ممكن تكون موجودة عند شركات الطيران نفسها، لكن اللي أتحدث عنه على وجه العموم، المملكة يعني عبر شركاتها المختلفة سواء المملوكة من الحكومة أو من صندوق الاستثمارات العامة أو من القطاع الخاص، الحمد لله استحوذت على يعني صفقات كبرى في مجال الطيران وتتسلم طائرات باستمرار، وإن شاء الله السنة القادمة سيشهد بإذن الله استلام أول طائرات يعني طيران الرياض وإطلاق أول رحلاتها بإذن الله. معاليك، اليوم سمعنا عن توقيع اتفاقيات لمطار الملك سلمان الدولي وتوسعة المطار مع 4 جهات عالمية، ما الجديد فيما يتعلق بالتايم لاين لخطط التوسعة في المطار؟ هل الخطط ماشية مثل المتوقع؟
حقيقة من يقوم على هذا المطار هي شركة يعني مطار الملك سلمان، بالإمكان الرجوع لها، ولكن جداول التنفيذ والخطة الاستراتيجية تسير وفق يعني الجداول المحددة، ويعني الجميع يقوم بأدواره بشكل مميز، تكامل بين الوزارة ك يعني مشرع، وبين المنظم الطيران المدني، وبين الشركات العاملة. اليوم هناك نهضة كبيرة، ونقطف حقيقة ثمار الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها سمو سيدي ولي العهد، وتتكامل فيها أعمال الجهات المختلفة، مشاريع كل شهر يفتتح، مشاريع المؤشرات الدولية تشهد تقدم واضح، مما يجعلنا على اطمئنان أن الأمور تسير بحسب الخطط وبنفس المستوى من الطموحات بإذن الله. معاليك سؤال أخير، سألتك عن النقل البحري والنقل الجوي، ولكن سؤال أخير عن النقل البري وتحديدا مترو الرياض. متى نتوقع بداية العمل بمترو الرياض؟ حقيقة الهيئة الملكية لمدينة الرياض أعلنت أنه إن شاء الله سيفتتح خلال هذا العام، وهو بالتأكيد مشروع ضخم ونقلة نوعية. هو مشروع من ناحية الحجم على فكرة يعتبر أكبر مشروع مترو في العالم يبنى في وقت واحد، بقي وقت قصير على الافتتاح، وإن شاء الله الانتظار الطويل يعني سينتهي بمشروع مميز، كلنا نتطلع إلى انطلاقه في أكبر فرصة، وإضافته ل يعني منظومة النقل ومنظومة الخدمات سواء في على المستوى الوطني وبالذات في مدينة الرياض العاصمة الكبرى التي تشهد يعني انطلاقة كبيرة ومشاريع ضخمة في هذا العصر الزاهر.